لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بتزامن مع إعلان التحالف العربي في اليمن أن إيران تواصل تزويد ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة وفي ظل تصعيد بين إيران وأمريكا، إلى أي مدى تظن أن اليمن سيكون ساحة صراع أو مواجهة بين طهران وواشنطن؟ اليمن ساحة صراع منذ بدء الحرب. اعتقادي التصعيد الأمريكي الإيراني لن يكون فيه جديد، لأنه لن يكون هناك مواجهة أمريكية إيرانية على الإطلاق، وإن على الأقل سيكون هناك ربما تصعيد من قبل الدفع بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وممثلة بدول التحالف العربي في اليمن لمزيد من التصعيد. لكن أيضا هذا لا يحدث فارقا في إطار أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لهذا التحالف، وهذا التحالف على امتداد 4 سنوات لم يحقق النتيجة أو لم يسعى إلى تحقيق الهدف المعلن منه، وأخفى أجندات غير الأجندات التي كانت مرفوعة وهي استعادة الشرعية اليمنية وسقوط الانقلاب. هل يمكن أن يخدم هذا التصعيد بين طرفين الأمريكي والإيراني أن يخدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ الإشكالية هنا ليست في التصعيد الإيراني الأمريكي، الإشكالية أنه أن التحالف العربي لديه أجندات ليست في صالح السعادة الشرعية. كل سياسات التحالف في اليمن سياسات لا تؤدي إلى تمكين الشرعية بقدر ما تعمل على إعاقة هذه الشرعية وعلى مما يساهم في تمكين الانقلاب وليس والعكس صحيح أيضا. وبالتالي أنا باعتقادي مثل هذه التحركات ومثل هذا التصعيد الإعلامي القائم بين الولايات المتحدة وإيران هي تصعيد إعلامي أكثر منه تصعيد حقيقي وسياسي وعسكري في قادم الأيام. وفقا لمصادر ميدانية فإن ميليشيات الحوثي تقوم باستعدادات قتالية في الحديدة، ما دوافع تأخير حسم معركة الحديدة؟ تدخل بريطانيا بشكل سافر وواضح فيما يتعلق بملف الحديدة وإيقافها الفوري لمسألة استعادة الحديدة واقتحامها، هذا أنا باعتقادي أهم عائق بالنسبة لاستعادة السيطرة على المدينة، وخاصة أن بريطانيا رمت كل ثقلها في هذا الملف واستطاعت أن تجمع الأطراف اليمنية في ستوكهولم ووقعوا على اتفاق، هذا الاتفاق لم يطبق منه شيء حتى الآن. قبيل انطلاق القمة الخليجية والإسلامية وتطورات الملف اليمني، ما توقعاتك لنتائج هذه القمة؟ والله كل المؤشرات حتى الآن لا تنبئ بخير فيما يتعلق بالملف اليمني. هذه القمة هي نوع من الأجندات الإعلامية أكثر منها أي شيء آخر، بالنظر إلى أن نحن شهدنا على امتداد 4 سنوات الكثير من الشعارات التي رفعت من عاصفة الحزم إلى عاصفة الأمل إلى درع الشمال إلى كثير من المسميات التي كانت على رأسها المملكة العربية السعودية، لكن للأسف لأن هذه الأجندات تقوم على أجندة إعلامية وليس لها هدف استراتيجي وسياسي، وبالتالي لا تؤدي إلى نتائج لصالح المنطقة وصالح المملكة تحديدا. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.